بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير واحد الرسم ديال باترون مصغر، ماشي مصغر، ديال الصغيرات، يعني قياس 11 سنة 10 سنوات، والطريقة ديال أخذ القياسات راني تكلمت عليها من قبل. دونك أنا خديت هنا 10 سنين 11 سنة، وزيدكم بأنه راه هاد المقاسات راه ليست صالحة، راه كاين البنت 9 سنين كتلبس قياس 12 سنة، والعكس صحيح، بنت 12 سنة تقدر تلبس بنت 10 سنين أو 9 سنوات. أعطينا الكتف عندنا 32 مقسومة على 2 غتعطيني 16. الصدر الدوران ديالو يعني مشدود بجوج تليدين للإراحة، بجوج تليدين كنعاودها، جوج تليدين كندخلوهم في القياس ديال أخذ المقاسات، يعني دخلناهم مع المقاسات. كتعطينا إلا قسمنا على 24، الحوض غتعطيني مقسومة على 4 21، الطول قولوا 116 كتبقى هي، رطيف الطول ديال الكم غادي تكون 50 تقريبا في الطول ديال الكم حتى 52، ارتفاع الإبط 19، ارتفاع خط الحزام 34، ارتفاع خط الحوض 60 سنتيم. هذا بالنسبة لهذا القياس ديال هذه البنيوتة ديال 11 أو 11 سنة. بغينا نحطوا القياس ديالها أو لا الباترون ديالها. كيف العادة الخطوط الأساسية، ها 116 هي الأولى الطول، إلا بغيت لها جلابة كنزيد 8 سنتيم، إلا بغيت لها قفيطين كنزيد 2 سنتيم. علاش كنزيدو 2 سنتيم؟ لأنه القفطان كيتفينا بالسفيفة من التحت، إلا كنت غادي نفيني التحت غادي نفيني، يعني غادي نختمو أو لا غادي نقادو غير باليد بدون سفيفة، غادي نزيد عليه 8 سنتيم ديال العطفة. دونك خطوط الأساسية درنا الطول زائد 2، نديرو العرض، الصدر اللي عندها 20 زائد 1 ديال الخياطة، كنزلو بالتركيز ديالها 19، كنزلو بخط الحزام ديالها 34، كنزلو بخط الحوض ديالها اللي هو 60. كيبقى ليا تقويرة ديال يعني الخطوط الأساسية، حطيتهم. غادي نبدا بالعنق، بالنسبة لهاد لاطاي غادي نخدم ليها 7 سنتيم، وغادي ندير هنا 2. الكتف بداية من هنا لهنا، الكتف زائد 1، دونك 16 زائد 1، غادي نديرها بلون مغاير من هنا إلى هنا، ونزل بثلاثة سنتيم، خط مستقيم، الإسقاط نفس المسافة، نفس المسافة، هنا ما غنقولكش ديري ثلاثة سنتيم، على العكس ديري 2.5، وقوريها، وإلا كان الفرق كبير ديري حتى ديري ثلاثة ماشي إشكال. ألوغ خط الحزام ندخل بجوج، خط الحوض نحسب فيه الحوض زائد 1، هاد المسائل راه خدمناهم بالنسبة للاطاي المعلومة. الجلايل بغينا البنت بغينا ليها شوية الكلوش أو لا بغينا ليها الإيفازي، دونك غادي نرسمهم. بداية ندير خط الحزام ديالي، خط الحوض ديالي ننزل به مستقيم، وكنجي من خط الحزام من خط من عرض الحوض، يعني من هنا لهنا من العرض، كنضيف الكلوش اللي بغيت او لا قيمه الايفازي اللي بغيت، نقدر ندير ليها هنا 16 سنتيم، نقدر ندير ليها 20 سنتيم حسب التوب وحسب الموديل. في هذه الحاله كنلاقي هذه النقطه ديريكتومون هكذا. كتبقى لنا مساله ديال تعديل الجوانب، اشنو هو تعديل الجوانب؟ كنحسب هذا المقياس اللي بالخضر من هنا لهنا من خط الحزام حتى لهنا شحال فيه، كنحسبو تاني من خط الحزام إلى هنا، ونديرو مقوس بحال ما هكدا، وأقطع هذا الخلف. في نفس الوقت بالنسبة للقياسات ديال الصغار، نقدر نخدم الأمام يستخرج مع هذا الخلف، يعني نقدر نخدمو، دونك ها الخلف هو كملناه نفس العمليات اللي خدمناهم في الخلف، الا الاضافه ديال السنتيم ديال الخياطه ديال الامام غادي نضيفها. كنجي للامام هنا كندخل بسنتيم واحد، غادي نكتبها كبيره سنتيم واحد، ونعاود نقد التقويره ديال التركيز. العنق مثلا بغينا ليها كل دائري، هنا غادي نديروا ليها 9، ونسطرو مستقيم، وندير ليه بحال ما هكذا، ونقوسو. إلا كانت الجلابة غادي ندير ليه بحال ما هو، ولكن في الجلابة غناخذ هنا زائد 1، يعني 8 سنتيم، غير هو كل في مقوس.
خدمنا الامام والخلف يعني ليدوها وما صوبناهم. كنجيو لهنا الكتف ديال الامام يعني هادو التعديلات ديال الامام غادي ينزل فيه بسنتيم واحد. وتنتمنى نكون وضحت الرساله. بالنسبه لهاد الامام والخلف قدوهم في باترون مصغر يعني حاولوا تقدوهم في بابي باتروني بحال ما هذا ورق مقوى قدوهم لانه هو اللي غادي تخدموا به مستقبلا في هذه السلسله اللي غادي نديروا ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمه الله.